يا شيخ عندهم هناك شنط ميك اب إلى ما لا نهاية، أشكال وألوان مرة حلوين الاثنين. يمكن علبة المجوهرات أو الذهب تحط مثلا فيها حاجات اليومية أو شيء، تجي صغيرة في نفس الوقت مرة كتكوتة. علبة الإكسسوارات مرة حبيتها الصراحة. طبعا الشراريب أموت في الشراريب حقهم، والأشكال حقهم دايما كيوت، خصوصا هذه البساسة أو الأرانب أو إيش دي بالضبط. المنظمات هذه بنات حقت القطن برضو عند شي ان اشكال، وهذه حق عواد الاذاني تجي كذا. لا يا ساره، ايش رايك وانا اصور الاشياء كذا المفيده وكذا مرتبتها؟ ها ايش رايك؟ مره اليوم غريب عجيب، مروقه ما شاء الله. انا مره طلبتها صراحة من زمان، لكن رجعت أبغى أرجع أصور لكم إياها، أحط فيها كده حلقاني وممكن كده توقفيها. يعني قررت إن هذا الإعلان يكون يعني شيء مفيد، خلاص ما فيها 1 2 3 نهائي. شوفي كيف تجي، أيوة تجي توقفيها زي كذا وتحطيها في التسريحة في الدولاب. بنات مرة حلوة ومرتبة، وطبعا سعرها خرافي حيكون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.